وصلت لجزيرة بالي، بعدني هلا بالمطار والتحقت بهيدي الرحلة مع جروب. هذا الجروب جاي من سوريا، فشوفوا أول شيء استقبلونا بهذا الشيء. تمام، والجروب هاد عم يوزعنا حلو اندونيسيا. هلا هذا الحلو اندونيسي، تمام، فهو بيشبه الحلو الماليزي. هاي كمان هيك ملفوفة، وصلت للمعبد اللي هو اشهر معبد ببالي، اسمه تيمباك سيرينغو. طبعا وصلت مع الجروب، سو بدي الحقهم عشان ما اتاخر. رح نفوت نكتشف المعبد، وفي اكيد المرشد السياحي رح يشرح لنا كل شيء عن المعبد، تاريخه وكل شيء تفاصيل عنه، فخليكم معي. يلا. هذا المعبد هو معبد هندوسي. أكثر الديانات هون بإندونيسيا بشكل عام في 4 ديانات، اللي هي الهندوسية والبوذية والإسلام والمسيحية. فبإندونيسيا في 4 ديانات، بس بشكل عام ببالي في ديانة واحدة أو هي الطاغية أكثر شيء، اللي هي الديانة الهندوسية. مرحبا، انا اسمي ايوب، انا بالي. هذا زي رسمي بالي، زي رسمي بالي فيري نايس. ثلاثه الوزار نسميه كامن، وهذا المغطي الوزار نسميه ساقوت، وهذا الشيء الغطره نسميه اودن. يعني زي رسمي بالي يتكون من هذه ثلاثه. اوكي، ثانك يو. هون لحتى نشرب جوز الهند اكيد يعني لازم، باي منطقه بجنوب اسيا لازم نشرب جوز الهند. مزارع الرز ومزارع القهوة. هون بإندونيسيا عندهم أفضل أنواع القهوة، وهن الدولة الأولى مصدرة لأفضل أنواع القهوة. بعرف إنه البرازيل هي البلد الأولى لتصدير القهوة، لكن هون ببالي في أجود أنواع القهوة. فوت ويعرفونا على أنواع القهوة وكيف بيصنعوها وكيف بيزرعوها ومن وين بتجي أجود أنواع القهوة. كانوا عم يشرحوا لنا عن طريقة صناعة قهوة اللوا، اللي هن في بتكون مزارع قهوة، بعدين بيجيبوا حيوان اللوا وبيفردوه بهيدي المزارع، وهو بيختار أجود نوع من القهوة وبياكل هيدي القهوة. بعدين ثاني نهار الصبح المزارعين بلموا براز هذا الحيوان اللي هو لوا، من هذا البراز اللي هو بيكون حبوب القهوة بيعملوا قهوة اللوا، اللي هي أفضل نوع قهوة بالعالم. Thank you.
هلا عطونا تيست حتى نجرب القهوة، شوفوا قديش في ألوان ما أكثرهم، أكيد ما حجربهم كلياتهم، فرح جرب واحدة أو تنتين منهم بس. رح جرب هاي. هلا هي طبعا القهوة سخنة ما أنا باردة، صح هيك لونها بس سخنة. ما طيبة أبدا. حجرب واحدة تانية، هي هي طلعي. يا هيدي حدة. فيها فلفل هي. لأول وهلة بتحسوا إنه فيها هيل أو قرفة، بس لا فيها فلفل أسود، يعني هي بقهوة فلفل أسود. أوكي رح أجرب هاي آخر واحدة. هاي بكراميل طيبة. هاي دي طيبة هاي. لما نجد الصخور صخر بطن الجدار نحن ننحت الصخر ونسوي الكهف مثل هذا. هذا ليس فقط يوجد في هذا المكان، في كثير من الأماكن عند الأنهار عند الشلالات هم يسوون هذا لأنهم يحبون في النحت. نحت لأن الباليين معظمنا الفنانين، معظم الباليين فنانين مثل الآن مثل هنا. هون كمان بهيدي المزرعة في مكان للمشي وأماكن كتير للتصوير عن جد كتير حلوة. رح جرب مرجوحة من هدول المراجيح، بس الصراحة خايفة لأنه كتير عالية. كمان في كتير أماكن إنه ممكن الواحد يتصور فيها صور بتجنن، بكفي الطبيعة الموجودة بالمكان عن جد خضار بياخد العقل، منظمين الحديقة بشكل كتير حلو. وآخر محطة جينا لها اليوم هي المطعم، وهذا المطعم بيطل على بركان وجنبه بحيرة. هذه المنطقة اسمها كانتاماري اللي هي موجود فيها هذا البركان. وهذا هو الغداء، هو بوفيه مفتوح، فاخترت هدول. المرة جوعان كتير، بس شوفوا ريفيو من هون قديش حلو. بلش يبين البركان. هذا بركان باتور، وحوالي البركان بحيرة باتور من أوسع البحيرات في بالي. نحن في بالي عندنا بركانين، أغون وباتور. أعلى البركان هو بركان أغون، وهذا ثاني أعلى البركان في بالي. عندنا معلومات عن البركان من عام 1804، قبل ذلك ما عندنا معلومات عن البركان. من ذلك العام من 1804 إلى اليوم انفجر هذا البركان 26 مرة، وأكبر الانفجار كان في عام 1926، وآخر الانفجار في عام 2000. قلت لكم بأن الباليين الأصليين هم عددهم فقط 1% من عدد سكان بالي، هم يسكنون حوالي البركان في قرية ترونيان. حوالي البركان في 4 قرى، طيابونكا، ترونيان، كديسان، سونغان، هذه الأربعة حوالي البركان. اسم البركان بركان باتور، والبحيرة أيضاً تسمى بحيرة باتور. بجولة مسائية ببالي مع الجروب كمان، بس أنا افترقت عن الجروب وجاي استكشف المكان لحالي. فهون في هذا الشارع فيه مطاعم،
فيه كافيات وفيه كمان سوق يعني للتياب وهيك قصص. فخلونا نستكشف المكان. انا هاي لمحه خبروني اياها يعني، جاي استكشف لحالي. سو معي هون ببالي كثير في ميتورات، يعني وين ما بتمشوا في ميتورات بالشارع، صافين بالشارع كلها ميتورات. والشغله كمان انه الشوارع ضيقه ما انا واسعه. شو بالاسواق بشكل عام ببالي كثير في عندهم الحقائب او الشيء اللي مشغول من القش، كثير مشهورين فيه شغل اليد يعني، كثير كثير مشهورين فيه. وكثير رح تلاقوا محلات ببالي فيها شناتي قش، حقائب قش يعني، حتى طواقي وفيها كثير قصص. بشكل عام الشغل اليدوي ببالي هون كثير مشهور يعني، شفت ثياب شغل يدوي، حقائب شغل يدوي، كثير قصص طواقي وكثير شغلات، حتى الاكسسوار كلياته شغل يدوي. فكثير مشهورين هن بشكل عام، بحبوا الفن يعني، كان نحت كان شغل اليدوي بشكل عام بحبوا الفن. بشكل عام جزيرة بالي جزيرة نابضة بالحياة يعني، فيها نكهة حياة غير الشوارع المحلات، تحس العالم كلها مبسوطة، فيها كتير أجانب، كتير كتير سياح فيها. كيف ما بتمشوا بتلاقوا السياح، فيها كتير كافيات، مطاعم، محلات بتبيع حتى اللبس التقليدي الاندونيسي والبالي، إله بالي لبس كمان تقليدي، فحسوها هيك كلها هذا حياة. طلبت الأكل وناطرة الأكل، طلبت دجاج، فشي يعني شي خفيف، ما أنا خفيف أبداً. أكيد ما خلصت فلوقاتي هون بجزيرة بالي، بكرة عندي نفاق الساعة 6 الصبح وراح تبلش جولة جديدة ويوم جديد إن شاء الله. استنوني، بشوفكم بفيديو جديد، ما تنسوا تشتركوا بالقناة. باي باي.